طيب مقارنة بقى نروح للناحية الشمال، مقارنة ما بين الأجنحة رمضان صبحي وموسى دياورة. طبعا موسى دياورة واحد من أسرع اللعيبة في الدوري ولعيب قوي جدا، برضو رمضان بيمثل نقطة قوة كبيرة جدا للنادي الأهلي، الجناح الأيسر هنا والجناح الأيسر هنا. رمضان مصري طبعا، موسى دياورة من غينيا، عنده 23 سنة، عنده 24 سنة. رمضان مصري فعلا؟ رمضان اه، ومواليد 97. رمضان اه، انا شفتها بقى دورت عليها لقيتها يناير 97 فعلا؟ توقعتها. طيب ماشي، يعني هو مصري ومواليد 97. يناير 97. طيب ماشي. اجمالي عدد المشاركات في جميع الانديه لرمضان 155 مشاركه. موسى ديورا 61، رمضان مسجل 24 هدف بعد هدفه الاخير في الجوله الاولى و23 اسيست. موسى ديورا عنده 7 اسيست ومسجل 3 اهداف. يمكن موسى ديورا ما احرزش ولا هدف في الجوله الاولى لسه حتى الان في الدوري. موسى ديورا لعيب سريع، لعيب قوي بدنيا، هيستخدمه في سواء في ظهر احمد فتحي او محمد هاني، والناحيه الثانيه ممكن يستخدمه برضه ويعمل سويتشات ما بينه وما بين نياس الناحيه الثانيه. طيب بعد ما قريت الارقام دي هيفضل 97 برضه؟ هو يناير 97 هيفضل كده، او 10 يناير بالظبط 97 هيفضل كده؟ اه. طيب يا مسهل.